أرض وإن بيت في كرتية وإن حلال وأبوي تبع خير يعني آه. ذاك صعب يوم هجرنا طلعنا من بلادنا وحرقوا زرعنا وحرقوا أرضنا أخذني ابني والله ورحت شفت الزرع وشفت الزرع اللي هناك وهالناس رايحين جايين والله حسيتك بشعور حلو هيك الله يحميهم ويسلمهم الله بإيديهم ماشيين وهذلاك بطخوا وهالغاز وبظلوا ماشي عليهم. احنا بنحكي لكم هاي احنا عن حق العودة ونرجع على بلادنا ونأكل من زرعنا ونأكل من خير بلادنا. الدنيا صعبة الحين كثير صعبة، الشباب قاعد لا لها شغل ولا لقينا حاجة، البيت اطفال بطلب من ابوه بده شكل ما بلاقيه. انا بروح على المستشفى وبغسل كذا، امرار بخس علينا الدواء، امرار بخس الاكل. والله نفسي اشوفها من حد ارضه طول حبه رمل، عارف اقول هذه من كراتيه.